السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وبصحه جيده. نتمنى لكم دائما نهار سعيد معطر بذكر الله وبالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نرحب بكم كامل في قناتكم الكنز، القناه اللي نحبها لكل مبتدئه او خياطه محترفه باش تزيد من معلوماتها ومن خبرتها، ونعطيكم انا من الخبره اللي عندي والمعلومات البسيطه اللي تقدروا تخدموا بها. اللي دخلت اول مره القناه نتمنى ديرنا اشتراك، تفعل الجرس العام باش يدخلوها جميع اشعارات القناه كل ما يكون هناك جديد، بارطاجيو حبيبتي القناه مع الاهل والاصدقاء في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، ودائما الجام ولا اللايك هي اللي تخلي قناتكم تبان في محرك البحث، وبهكا نتشجع ونتحفز ونقدم لكم دائما الجديد والمفيد ان شاء الله. ننصحكم ثاني بالبرامج اللي في القناة، راهم مرتبين في بلاي ليست على شكل ملفات، كل ملف فيه برامج كنز رائعة لكل مبتدئة أو خياطة هذا وين حتبدأ المشوار تاعها. نتمنى تفرجوهم وتحطون عليهم اللايك باش تطلع القناة هكا تشجعوني بها. الموديل تاع اليوم موديل هايل وسامبل، طلبتوه مني، انا كنت مره درته في الاطوال لكن هالمره راح ندير لكم في القطيفه بمراحل سهله وبسيطه. ما حبيبتكم ام رؤيا هي تبعوني حبيباتي، نبداو مع بعضنا بسم الله على بركه الله. كاين اللي سالوني وقالوا لي ورينا كيفاش نطوي القماش، تفتحوا القماش بهذا الشكل تلقاو فيه حافه من فوق، هذه الحافه من فوق وحافه من تحت. في القطيفه لازم نخدموها بالطول، الحافة هذه اللي من فوق واللي من تحت تجيبوهم بهذا الشكل هكا وتلاقيوهم مع بعضهم بالطريقة هذه، وتطويو القماش بهذا الشكل هكا. هذه الطية تاع القطيفة بالطول، تختاروا هنا الاتجاه تاع القطيفة، بغيتوه فاتح تخليو الجهة الرطبة هكا، بغيتوه غامق لازم الجهة الحرشة هكا. لازم سما دوكا ندورو بهذا الشكل بالشكل هذا ونطوي القماش. هاي الحافة مع الحافة، يعني الحافة اللي الفوق واللي تحت نلاقيهم مع بعضهم ونحكموهم كيما هكا. في الحالة هذه الحافة مكمشة لازم نقصها خلاص ما نستعملهاش، ونحكم هنا قيمة الخياطة. انا دوك نقصها كامل من الفوق للتحت هكا مع بعضها، ونحكم قيمة الخياطة واحد سنتيم ولا واحد ونصف ديزيبانكل، ونرجع نوريكم المراحل المتبقية. قصيت الحافة كيما راكم تشوفوا، هاي الحافة قصيتها ما نحتاجهاش، حكمت الجهة المفتوحة بليزي بانجل، قص الطول المرغوب، عندنا طول الفستان 1.43 متر، نزيدوا له 10 سنتيم لأن الربة هذه جاية بالقصة في الخصر. دوكا نقص أنا الطول هذا اللي قلت لكم يعني 1.53 متر، ونرجع نوري لكم المراحل المتبقية. قصيت القطعة المرغوبة، حكمت الجهة هذه كيما راكم تشوفون مفتوحة بليزي بانجل، دوكا هذه الجهة المغلوقة نطويها هكا لعندي، ونطوي طية الداخل في الخارج. بالنسبة للقطيفة كي تعود منورة وديروها بطية الداخل في الخارج ما يبانش خلاص التداخل في الألوان، هذا كمعلومة للناس اللي ما يحبوش تداخل الألوان ما يبانش عادي. أنا دوك نكمل طية الداخل في الخارج، نتأكد من المقاسات نتاعي هنا في الصدر، ونقلب القماش ونجي ونحط مع بعضنا مقاسات للزبونة هذه. انا في الحالة هذه راح نخدم بليدي كوب في الموديل هذا، اذا وانا ندير في طية الداخل في الخارج لازم القيس هنا في خط الصدر يكون ربع الصدر زايد 5 أو 6 سنتيمتر، هنا باش نقيس اللي نقصه نتأكد بلي تكفيني الفصالة تاعي ليدي كوب من فوق. القياس اللي راح نخدموه طاي 48. في الحالة هذه كيما راكم تشوفوا الاختلافات تاع لي طاي تختلفوا، يلبسوا 48 في الخصر لكن في الصدر في الأرداف تلقاهم مختلفين، المقاس تكون متفاوتة هنا. المهم احنا نحكموا دائما، وكيفاه نعرفوا هذه إجابة لبعض من المشتركات، كيفاه أم رؤيا نعرفوا الطاي اللي راح نخدموها، مثلا 48 42 40 حسب لطاي تاع الخصر. لطاي تاع الخصر في الحالة هذه عندنا 97، أنا نهز النصف تاعها يعني 48 تقريبا 48، تقدر تلبس في الحالة هذه 46 48. عندي لطاي هنا في الخصر دائرة خصر 80، في الحالة هذه السيدة تلبس طاي 40،
بهكا تقدروا تحسبوا لي طاي كامل، وبهكا تعودوا تعرفوا معلومة جديدة وسهلة وبسيطة. لكن سيكون الاختلاف دائما في دائرة الصدر ودائرة الأرداف أو في عرض الكتفين. وبهكا اللي يشري قش تاع برا دائما يديوه للطيور يطيبوا فيه، ينقصوا شوية من الطول شوية من العرض، وهكا يعدلوا القش نتاعهم. هنا كما شفتوني عدلت القماش كما راكم تشوفوا، حطيت هذا الأمام هاهو وهذا الخلف، عدلت الطية تاعي، خليتكم طويت بالداخل في الخارج. ودائما باش يجيكم التفصيل سهل لازم تحاولوا الجهة المغلوقة من هي والجهة المفتوحة من أمامكم، على باش يكون القص أمامكم، يعني كي ترسم يكون القص أمامكم وما تعبوش وانتم تقصوا. هذه اللي تسهل عليكم عملية التفصيل. نبدأ دوكا نحطه في وضع المقاسات. أول حاجة نحطوها هي طول الخصر. طول الخصر للسيدة 40، احنا نحطه 43، عفوا طول الخصر للسيدة 41، احنا نزيدو 3 سنتيمتر يعني نديرو طول الخصر 44، نعينو هكا 44، تبشر هذا ما يبانش مليح معايا في القماش، هكا عينا طول الخصر. خلي على بالكم انا دائما نزيد طول الخصر نزيدو 3 سنتيم، ندير حساب القصه تاع ماي الكتف تاع الخياطه اللي في الكتف وتاع الخياطه اللي في الخصر. بهكا القيس اللي درناه 153 راح يكون كافي جدا للفصاله تاعنا الموديل تاعنا وللطول المرغوب. نبداو نحطو في المقاسات وانا راح نحطهم لكم هنا الفوق. نصف عرض الكتف، عندنا عرض الكتفين من العظم للعظم 41، اذا النصف تاعها 20.5 بهذا الشكل. هكا نهبطو 22، لقاو خط الصدر ما راح دائما نكررها معاكم، نورمالمون تحفظوها. هكا نرسمو خط عمودي يعامد خط الصدر هذا اللي قسناه على بعد 22 سنتيمتر. نلقاو الزاوية القائمة هذه، تبشر الصفر هذا هو اللي باين لي مليح، خلص ليكم بالبرتقالي. هنا دوكا راح نبداو نرسمو لي ديكوب تاعنا، نهبطو بقيمة 14 سنتيم كيما عودتكم، نخرجو بثنين سنتيم ونطلعو بثنين سنتيم. نبداو البانسة بهذا الشكل، نهبطو بقيمة 30 سنتيم، نعينو النقطة. في الحالة هذه نجيبو دائرة الخصر اللي هي 97 تقسيم 8، نلقاو بداية البنسة ولا عرض البنسة اللي حنبداو بها هذا الشكل. وين القطيفة تتحرك من الأحسن ثبتوها بديزي بانجل في الطاولة. كي نقيسوها من لهنا لقاوها 11.5، نكمل أنا نقيس 11.5 11.5 ونرسم البانسة تاعي بالشكل هذا، نطلع بقيمة 7 سنتيم ولا 8 سنتيم بهذا الشكل هكا، وندير انحناء البانسة اللي بديناها بهذا الشكل. رسم القطيفة هذه شوي صعيب، انا دائما نسهلكم الرسم على القماش باش ما تظلوش تطلعوا في الباترون في الورق وتكثروا الحسابات والدوخو. هنا في خط الخصر نحطوا ربع الخصر، عفوا في خط الصدر عندنا 110 110 الربع نتاعها زائد 6 سنتيم. انا عاد دائما نخلي 6 غير موفا نخلي من قبل 5، لكن عاد نخلي 6 احسن الافضل. السيدات يحبوا دائما تخلي لهم الخياطه من الداخل. كما راكم تشوفوا حطيت ربع الخص الصدر 110 زائد 6 سنتيم، جاتني قد الطيه بعد اللي خليتها. جيت هنا في الخصر درت دائره الخصر 97 زائد 6 سنتيم، دوكا نوصل النقاط بعضها البعض بهذا الشكل. نجي هنا دوكا في الزاويه هذه نطلع بقيمة 5 سنتيم، نخرجو هنا بالزاوية 5 سنتيم. الخدمة هذي ميعرفوها متتبعات الأولين، راهم نطبقوها ونجحو فيها ما شاء الله. هنا دركا هنا في الجهة هذي المفتوحة نطلع بقيمة
2 سنتيم، ونرسم الانحناء هذا، نقسم هذه المسافه الى 2 ونرسم الانحناء هذا كما راكم تشوف. هكا نكونوا كملنا العلوي للفستان بطريقه جد سهله وبسيطه. ننتقلوا دوكا نحطوا المقاس تاع دائره الارداف، عندنا 116، حطوا الربع نتاعها زايد هنا في الحاله هذه غير 3 سنتيمتر. قلت لكم غير نخلي دايما 3 سنتيمتر، سنتيم الخياطه وزوج سنتيم كتوسعه. قلت لكم الزبونات عاد يحبوا نخلي لهم الخياطه لداخل باش ما يخسروش الفستان انكايسمان ولا حاجه، دايما نخلي الزايد خير من الناقص. لازم كل خياطه تمشي حسب الزبونات نتاعها. نوصلوا دوكا النقطه هذه بالنقطه تاع الخصر، بقينا دوكا نعينوا الطول المرغوب. بعد ما نعينوا هنا ميل الكتف، هنا اول حاجه نديروها فتحه الرقبه 7.5، كيما راكم تشوفوا قصيت الشكل الخارجي للباترون. هنا لداخل تجيو هنا البانسة تفرغوها قيمة 3 سنتيمتر وترسموا بهذا الشكل هكا البانسة تاعكم. تقصوا دوكا قصة الخصر بهذا الشكل، وتقصوا دوكا القصة الثانية. الاتجاه تاع كل بانسة، عفوا نزيد نكمل نرسم بك البانسة من التحت لاني دخت دوختني رؤية. دوك نرسم البانسة من التحت كيما المقاسات هذو، نهبط لهنا ونرجع لكم. كملت القص كيما راكم تشوفوا، رسمت البانسة اللي الطول تاعها هكا لتحت 12 سنتيم، دائما نزيدوا لها حق الخياطة هنا في الخصر. هكا واش بقالنا؟ بقالنا غير نفصلوا الجزء المهم هو الامام. نحيو ميل الكتف هذا الشكل، نحيو لي ديكوب هكا، نزيدو نفصلو هذه هكا الامام على الخلف، نجيو هنا للخلف نهبطو نديرو العمق فتحة الرقبة من الخلف، نديرو 6 سنتيم ونرسمو بهذا الاتجاه تاع 7.5 هنا، ونقصو بالشكل هذا. هاكا الخلف ثاني كملناه، نجيبو دوكا الأمام اللي الخدمة راح تكون فيه. الجزء السفلي ثاني خلاص كملناه، قطنا غير الخياطة، حنا تعودنا دوكا نخيطو بالشتاب لا زيبانكل. نجيبو دوكا الأمام تاعنا، نعينو دائما المنتصف بهذا الشكل. نقدروا العمق اللي نحتاجوه، الاقل 17 سنتيم ولا 18 سنتيم بهذا الشكل، نتوما العمق اللي تحتاجوه حتى 20 سنتيم. ثم كما راكم تشوفوا الطريقه هذه، نجيو هنا في الجهه هذه نقيس قيمة 14 سنتيمتر ونرسمه بالاتجاه هذا تاع فتحة الرقبة تاع قبيل. احنا دوكا واش راح نحتاجو؟ راح نحتاجو الجهة هذه، راح نقصو هكا هذا الجانب
هذا ما نحتاجوش، هذا راح نحتاجه، هذا راح نطلع به نفس القطعه، نطلع به باترون في لافيزلين القطعه هذه، وهذا راح نستعمله انا كطبطين من بعد كي نطلع الباترون. دوك تشوفوا المراحل، كيما راكم تشوفوا جبت القطعه هذه اللي نحتاجها، ثبتها على لافيزلين وراح نقص قدها قد قد. القطعه تاع لافيزلين هي اللي راح ندير لها التشريح، ونحاول نوصلوا الباترون اللي رانا نحوسوا عليه. دايما نفصل لكم بالطريقه هذه السهله والبسيطه، ما نحبش نتعبكم في الورق بزاف، ما تضلوش تعاودوا في الخدمه، ديروها في الورق وزيد ديروها على الكتان، باكا راح تضيعوا وقت وراح تتعبوا. وكل واحد ولا طاي تاعو، يعني حال الباترون اللي حطلعوه في الورق وتخبيه هو عليه، ما تحتاجوه ما والو، الا اذا عاودتوه لنفس الشخص او تعاودوه لا طاي لي كيما هاد لا طاي، ومش حيتكرر بزاف. يعني على بيها انا نخدم بالشكل هذا، نحيو دوكا هاد القطعة راح نحتاجها من بعد في الطبطين. نحتاجها في الطبطين ونحتاجها نفصل الجنب الثاني، انا عندي جنب دركا راح نفصل زيها للجنب الثاني تاع الجهه اللي من زوج، والجنب هذا يبقى كيما هكا لاني راح نطلع له الجهه تاعو فيها لي بلي هنا. كيفاش نديرو؟ بما اني انا نحتاج الجهه هذه هي اللي فيها لي بلي، يعني هذه هي اليسار، نجي هنا نحتاج قداه البلي مثلا، نسمي الطباشير احسن، نحتاج مثلا ربع بليات بهذا الشكل، نجي هكا ونقص، نقصها حتى له هاك ربع بليات. التشريح راهو ساهل، المهم تفهموا الموديل تشرحوه كيما تحبوا نتوما هاكا. دوك انا دوك نعدل القماش ونطلع الباترون اللي نحتاجه من هذا القطعه. بما ان القطعه تاع القطيفه اللي فضلت قليله جهد ما دير لي الكمام، ثاني الكمام مش طوال مون با يجيو هنا الكعبه، ولا يجيو هنا كش ما نزيد لهم بوندا، ولا نخليهم هكا باك للكعبه. طويت القماش كيما راكم تشوفوا هاك، فطويتو هذه القطعه اللي راح نفصل بها، هكا هنفصل الاكمام. جبت الباترون تاعي تاع الجنب اللي نحتاجه وفتحته بالشكل هذا، المهم في الجهه الالاستيكي بالطريقه هذه باش نفصل الجنب الايسر، هذا اللي نحتاج هنا الجنب الايسر، فتحته بالشكل هذا وحكمته بدي زيبانجل بحيث المسافه ما بين كل بليه وبليه واحد 3.5، هكا 3 3.5 بهذا الشكل. انا دوك نقص قد وبعد. اما في الطبطين راح نستعمل قطيفه من بقايا القطيفه اللي عندي، المهم تكون تخرج لي كيما هذه، المهم تخرج لي على اللون تاع القماش، وانا راح نستعملها بهذا الشكل، يعني ما يهمش راح تكون من تحت حنبطن الجنب هذا والجنب الثاني هذا مكان. بهكا نكون كملت الفصاله، بقى لي غير الاكمام هذا مكان. نقص دوك هنا باترون الطريقه هذه باش ما نطولوش الفيديو، انا نكمل القص ونرجع لكم. كملت القص، لكن دائما ملاحظه هنا في البليدين نقصوا على شكل مثلث صغير، هاك مثلث صغير في بلاصه البليه هذه، باش كي تطويوها من بعد بالشكل هذا راح تلقى بلاصتها بهذا الشكل، هاك راح تلقى بلاصتها بهذا الشكل. دائما كي تقصوا في التشريح تقصوا كيما قلت لكم، نحكموا لي بلي نحتاجوهم بالشكل هذا باش من بعد ان شاء الله كي نخيطو نغلفو له مقفالي نحطو على كل بليه نحطو قفله هاك، فتحصل عليه بكل سهوله وبساطه بدون تعقيدات في التشريح والتخريج تاع لاخر باترون. هاو تحصلوا عليه الجنب
الايسر تحصلوا عليه بهذا الشكل. جا روعه. بعد ما كملنا اهم حاجه هي هذا الامام اللي كدرنا له باترون، دوكا نكملوا الاكمام. طول الكم اللي بقى لي دوكا 43 سنتيم، يعني حيعود فيه من بعد الخياطه 41 سنتيم تماكار. هكا العرض نتاعو قيمه دائره الذراع عندنا 40، نزيدو لها 5 هكا بالتقريب 5 تكفيني كيما هكا. نجيو هنا ندخلو ب 14 سنتيمتر هكا، نرسمو الاس الطريقه هذه السهله. نجيو هنا في الذراع نديرو 21 سنتيم هكا في نص الذراع 21 ونص بالنقاط بهذا الشكل. نجي هنا في المرفق نديرو 16 سنتيمتر، ما نديرو 18 احسن باش ما تجيش مزيره. نفصلكم بهذا الشكل، نثبتو القماش اللي يعود يتحرك نثبتوه ونقصو هذا مكان. انا دوك نقص هنا، قبل ما نقص نزيد نحي الميل اللي هنا 1 سنتيم بهذا الشكل ونقص فوق الكم تاعي. قالت لي غير قيمت ما نغلف القفل هذا مكان. كملت الفصالة، دوكا بقى لي غير نروح ندير طبطين لهذا، نفصل من الجنب هذا، نفصل من الجنب هذا 3 عفوا 2، بواحد نبطن به هذا الجزء وهذا الثاني نبطن به الجزء الثاني، ونروح نخيطو مع بعضنا في طاولة الخياطة. بديت الخياطة كيما راكم تشوفوا، بديت بالخلف خيطلو لي ديكوب، جمعت هنا درت لاسوجي، خيطلو الطبطين تاعو كيما راكم تشوفو، هاو الطبطين خيطتو. دوكا جبت الجزء الامامي، بديت بالجزء هذا اللي فيه لي بلي، بطنتو في القطعه اللي قدو باع اللي قد الجنب الاخر بلا الاخر بلا لي بلي هذه. خي قلت لكم فصلت عليها 3 زوج عفوا، وحده لهذا وحده بنبطن بها الجزء هذا كيما هكا. خيطتهم كيما هكا مع بعضهم، وحكمت هنا كيما راكم تشوفوا في الطبطين، استعملت لا طوال كولونط قصيتها على شكل شريط، شريط ودرته هنا في الخياطه باش كي نقلب ونحدد تجي واقفه هذه الخدمه هنا، تجي متقونه وخدمه باهيه بالشكل هذا. هذه اول مرحله كرونتيت، كي كرونتيت زدت قلبت وجبت الجزء هذا تاع لي ديكوب خيطته بهذا الشكل. كي نقلب من بعد الطبطين نخيطو كيما درت في الجهه هذه، خيطتو هاي كيفاش جات. من بعد كي تحدد تبان درت لاسورجي، يسمى هكا الجزء العلوي كملتو امام وخلف. جبت الجزء السفلي كيما راكم تشوفو حتى هو، خيطلو لي لي بانس، خيط الخياطه اللي من الخلف درت لاسورجي هاهو. الامام ثاني كيفو كما راكم تشوفوا، خيطوا الاكمام سدرت لهم لاسوجي. واش بقى لي؟ بقى لي دركا نكمل الامام كما راكم شفتوا، الجنب الثاني نكملو نحطهم على بعضهم هكا بالشكل هذا. كي نكملهم نحطهم بالشكل هذا، نخيطهم هنا في المنتصف ونجيب الجزء السفلي تاع الفستان ونركبو. التركيب تاعها ساهل مهل، المهم تكونوا فهمتوني في الفصاله، خاطرش الفصاله هي اللي مهمه. الشرح تاع الخياطه نشرح لكم برك كيفاش نجمع، شوفوا كيفاش نجمعوا بالشكل هذا. هذا بالنسبه للامام، هذا الجزء الامامي ها هو هكا يكمل. دوك نزيد نغلف القفل بالقمال بلاباراي هذيك اللي عندي ربع قفالي هنايا ونخيطهم هنا كي نكمل. هذا بالنسبه للامام. الخلف ثاني ندير به ملاقاه الكتف الناجحه هنا،
لملاقات الكاتبة الناجحه. اللي يبغى يعرفها بالتفصيل نحطها له في صندوق الوصف، نديرو ملاقات الكاتبة الناجحه. بعد ما نلصق له الخلف نتاعو هنايا، نجيب الخلف الجزء السفلي ونخيط. وهذا مكان مهم. الفايده، الفايده وين؟ كي تعودوا لي بانس طايحين لي بانس مع بعضهم العلوي الجزء السفلي في الخياطه، عرفوا روحكم بلي راكم عطوا في الصاله مهات وماكمش غالطين في الخدمه. هكا هذا مكان كي نكمل المرحله. وجدت لاغوب حبيباتي، جات ما شاء الله بصحه مولاتها. العقوبه لكم حبيباتي، فصلوها وتخيطوها كما وريت لكم في داخل الفيديو. المراحل سهله وبسيطه دائما كما عودتكم. الخلف الثاني راهو سام في البليدي كوب، راني غير نقص للمانكان لانها ضعيفه. نتمنى يعجبكم الفيديو، تعجبكم الطريقه والشرح كما متعودين. فرحوني بتعليق طيب وجميل يشجعني ويحفزني. الى هنا نخليكم حبيباتي، ونرحب كل واحده دخلت جديده القناه، نتمنى تشترك معنا في القناه وتفعل الجرس العام للتنبيهات باش يدخلوها جميع اشعارات القناه كل ما يكون هناك جديد. نخليكم على خير، الى اللقاء ان شاء الله في الفيديو المقبل، ومع السلامه.